اهلا بيكم حلقه جديده في ويكلي نيوز. انا ايجي جيرل جيمر من عرب هاردوير. اهلا بيكم في حلقه جديده من ويكلي نيوز. كالعاده ما نعرفش اي ميعاد محدد لاصدار لعبه Death Stranding. كل اللي قدرنا نعرفه لحد دلوقتي هو معلومات جديده عن كاست الممثلين الموجودين في اللعبه. في نورمان ريدس ومادز ميكلسن، اللي هيكون معانا كمان برضو تروي بيكر اللي قدم لنا قبل كده شخصيات زي جول في The Last of Us، وشارك في الاداء الصوتي شخصيات كتيره جدا في الالعاب زي Shadow of War وباي شوك انفينيت وباتمان اركام اوريجينز. كمان الممثله اميلي اوبراين هتكون موجوده في Death Stranding، وهي ممثله بريطانيه شفناها قبل كده في العاب زي Shadow of Mordor, The Enemy Within, Honored Death of the Outsider. وبما اننا بنتكلم عن كوجيما ولعبته Death Stranding، فخلونا نقول لكم حاجه غريبه جدا حصلت مع اصدار لعبه Metal Gear Survive. لكن الاول خلونا نحكي لكم حكايه صغيره. المطور المشهور هيديو كوجيما، ايقونه صناعه الالعاب لسنه 2016، كان اتطرد من كونامي في اواخر 2015، على الرغم من ان جزء كبير من نجاح كونامي جاي من سلسله Metal Gear اللي هو اصلا ابتكرها من 30 سنه. ومع ذلك كونامي ما ذكرتش اسم كوجيما خالص في الجزء الجديد من السلسله، واكتفوا بانهم يشكروا التيم اللي اشتغل على Metal Gear Solid. لكن كوجيما كان محضر لكونامي مفاجأة، وهي انه سايب بصمته جوه اللعبة عن طريق ايستر اج صغيرة بسبب موظفين في كونامي احتمال يكونوا ولاءهم مستمر مع كوجيما. في مشهد سينمائي في اللعبة بتظهر مجموعة من الاسامي على ورقة، ولو جمعت الحروف الاولى من الاسامي دي هتلاقي في الاخر جملة كي جي بي فوريفر او كوجيما برودكشنز فوريفر. كوجيما اللي عودنا على الاسرار والالغاز في سلسلة ماتل جير لسه سايب بصمته على جزء جديد من السلسلة حتى وهو بعيد عن تطوير اللعبة وبعيد عن كونامي كلها. عموما تقدروا تشوفوا مراجعتنا للعبة ماتل جير سيرفايف اللي ظهرت على الشاشه من علامه الاي دلوقتي. لو كنتم متابعينا اليومين اللي فاتوا فاكيد شفتوا تغطيتنا لمعرض MWC 2018 في برشلونه. لكن للناس اللي ما كانوش متابعين خلينا نديكم ملخص سريع لاهم حاجه شفناها في المعرض. اهم حاجه شفناها هناك كانت لابتوب ميد بوك اكس برو اللي بيقدم ميزات مختلفه زي مكان الكاميرا الغريب والفينجر برينت سنسر المدمج مع زرار الباور. في نفس المؤتمر هواوي حمستنا جدا لموبايلاتها الجديده من سلسله بي 20 اللي هتيجي بثلاث كاميرات. بعدها حضرنا مؤتمر نوكيا، واهم اعلان حصل هناك كان ان موبايلات نوكيا كلها ابتداء من نوكيا 3 هتيجي بنظام اندرويد 1 الخام. لكن برضو كان في اعلان لطيف عن موبايل نوكيا 8110 او زي ما نوكيا سمته البانانا فون. لو بتشبهه على الموبايل ده فالسبب هو ان فكرته جايه من فيلم ذا ماتريكس. اليوم الثاني كان مع سوني اللي رجعت لنا اكسبيريا اخيرا بموبايلات جديده، وهي اكزد 2 واكزد 2 كومباكت بابعاد الشاشه الجديده 18:9 وديزاين مختلف عن اللي سوني عودتنا عليه السنين اللي فاتت. في اخر اليوم حضرنا مؤتمر جالكسي انباكت علشان نشوف الاعلان عن جالكسي S9، واللي نقدر نتوقع من دلوقتي انه هيقدم احسن كاميرا سمارت فون في 2018. فمثلا S9 هيكون اول سمارت فون تقدر تغير منه فتحه عدسه الكاميرا، وده هيفرق جدا في التصوير في الاضاءه القليله. كمان الكاميرا هتدعم التصوير البطيء جدا بمعدل 960 اطار في الثانيه. الجميل هنا ان S9 وS9 بلس هيكونوا بنفس اسعار S8 والS8 بلس، ودي حاجه كنا خايفين منها خصوصا بعد ما ابل قررت تكسر حاجز الاسعار الطبيعيه وتوصل لسعر $1000 مع الايفون اكس. هنسيب لكم في الديسكربشن تحت ملخص تغطيتنا لمعرض MWC 2018. مستنيين لعبة The Last of Us 2 بفارغ الصبر، لكن لحد دلوقتي لسه مش عارفين ليها ميعاد اصدار محدد. ومع ذلك استوديو نوتي دوج ابتدوا يتكلموا عن المستقبل من دلوقتي وعن العابهم اللي جايه، وقالوا انهم منفتحين جدا انهم يشتغلوا على مشروع لعبه من منظور الشخص الاول. نوتي دوج قدموا لنا العاب عظيمه من منظور الشخص الثالث زي Uncharted و The Last of Us، فهل لو اتجهوا لتطوير الالعاب من منظور الشخص الاول هتكون بنفس النجاح؟ الحقيقه ان في استوديو تاني عمل النقله دي وفرقت معاهم جدا، وهم استوديو جوريلا جيمز اللي كان متعود يعمل العاب من منظور الشخص الأول. زي كيل زون لحد ما قرروا يطوروا لعبه هورايزن زيرو دون من منظور الشخص الثالث. الرياضه الالكترونيه او الاي سبورتس بقى ليها مكانه كبيره جدا عندنا، لدرجه ان مدرسه لونشانغ في الصين عملت تخصص منفصل لالعاب الرياضه الالكترونيه بيساعد الطلاب على انهم يحترفوا في العاب معينه، وفي قسم تاني في نفس المدرسه بيعلمهم ازاي ينظموا بطولات اي سبورتس ويعلقوا عليها او يعملوا تسويق للعبه معينه. وعلى حسب الارقام اللي خرجت من المدرسه دي في اكتر من 50,000 واحد في الصين شغالين في وظائف ليها علاقه بالاي سبورتس، والرقم ده ممكن يزيد اكتر في السنين. اما عندنا بقى في المنطقه العربيه فالامارات لاحظت النمو السريع لمجال الرياضه الالكترونيه، وقررت انها تعمل استاد مخصص لاستضافه البطولات والمسابقات بحيث ان تكون دبي هي عاصمه الاي سبورتس خلال العشر سنين اللي جايين. مش بس الامارات اللي بدات تهتم بالرياضه الالكترونيه، فالهيئه العامه للرياضه الالكترونيه في السعوديه اعلنوا انهم هينظموا مسابقه في اول مارس برعايه الاتحاد السعودي للرياضات الالكترونيه والذهنيه في العاب زي فيفا 18 وتاكن وليج اوف ليجندز وغيرهم، وبجوائز كبيره جدا زي عربيه جيب لاند كروزر و10000 ريال لصاحب المركز الاول. واحده من اكثر الالعاب اللي احنا متحمسين لها في شهر مارس هي لعبه
فاينل فانتسي اكس اللي هتنزل اخيرا على البي سي. اللعبه دي هتكون استعراض لقوه الحاسب الشخصي بشكل اساسي، لان عمليه تطويرها حصلت بالتعاون مع انفيديا. فيها انفيديا جيم ووركس وتقنيات للشعر والظلال وغيرهم، هتخلي اللعبه مختلفه تماما عن اللي احنا شفناه في نسخ الكونسول. وللناس اللي عندهم كروت انفيديا تقدروا دلوقتي تنزلوا تحديث جيم ريدي الجديد علشان تاخدوا احسن اداء من اللعبه. فاينل فانتسي اكس هتنزل يوم 3 مارس اللي جاي على البي سي، وتقدروا دلوقتي تنزلوا نسخه الدمو علشان تجربوا اللعبه، لكن لازم تعرفوا ان نسخه الدمو لوحدها 21 جيجا. اللعبه الكامله هتكون حوالي 100 جيجا، وده طبعا علشان ال 4K textures. بقالنا كذا حلقه بنتكلم عن مشاكل التعدين وتاثيرها على اسعار كروت الشاشه. الاسبوع ده للاسف عرفنا خبر مزعج شويه، وهو ان ارتفاع اسعار كروت الشاشه هيستمر كمان السنه دي لحد الربع الثالث من السنه. المشكله في الخبر ده هو ان انفيديا بنفسها هي اللي صرحت بكده. من ساعه موضوع العملات الرقميه ده بدا ينتشر واسعار كروت الشاشه اتضاعفت تقريبا. فكرت اللي كان ممكن تشتريه زمان ب $800 سعره وصل دلوقتي ل $1600. وعلى الرغم من ان انفيديا حاولت تحل المشكله دي بانها تقلل البيع للماينرز لصالح الجيمرز وتنزل كروت شاشه مخصصه للتعدين بس، الا ان كل المحاولات دي برده فشلت في انها ترجع الاسعار لطبيعتها. ومع تصريحات انفيديا الاخيره ممكن نقول اننا فقدنا الامل في حل مشكله اسعار كروت الشاشه على الاقل في 2018. ودي كانت اخر الاخبار، تابعونا الاسبوع اللي جاي لاخبار جديده. سلام. لابتوب ميت بوك ميت من الاول ايه كله بتهزر.